أريده أئمة الدعوة في كتبه أن بعض الصحابة خرجوا فوجدوا جثة النبي دانيال، فحفروا لها 13 قبرا حتى يعمى الناس عنها ولا يتخذوها قبورا، يعني مساجد على قبره. فما مدى صحة هذه الرواية؟ أولا ذكرت في أول كلامك ينكرها أهل الدعوة. تعني بأهل الدعوة ماذا؟ أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب، لكن هي في الاصطلاح الآن يقصد به جماعة التبليغ. لا ما قصدت. أنت ما قصدت هذا، لكن لفظك يوهم هذا، فاستغربت ما نسبته بناء على فهمي، لأن هؤلاء لا يهتمون بمثل هذه القضايا إطلاقا. المهم، هذه الرواية لها أصل صحيح ثابت، وهو له أو هي لها عدة روايات. فالتفصيل الذي ذكرته لا أستحضر الآن إن كان صحيحا بنفس التفصيل، لكن المهم منه أنه فعلا اكتشفوا وحفروا وأجروا نهرا عليه، بحيث أنه لا يمكن أن يؤتى إليه فيعظم أو يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فهذا ثابت. بارك الله فيك. وفيك بارك. حديث هذا حديث يا أخي.